قرش مرر ترى ولكن تمكن من الحارس. إذا نحاول ما أمكن نخلي لكم أطوار الشوط الثاني، ما تبقي من الشوط الثاني من مباراة المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي. النتيجة لا زالت متقدم المنتخب المغربي. الإصابة اللي جات في الشوط الأول حوالي دقيقة 20 اللي سجلها اللاعب وليد الركراكي برأسية الكرة عن المنتخب البرازيلي. يعني مقابلة استعراضية، كنلاحظوا اللاعبين ما كيقوموش بمجهود بدني كبير بحكم الوقت اللي كتجرى فيه المقابلة، كيحتاج لواحد مجهود كبير طراوة وكيحتاج لياقة بدنية كبيرة. إذا اللاعبين كيحاولوا يعني ما يفرصوش على راسهم، يعني ما يقوموش بواحد الجهد كبير. كنلاحظوا بأن المنتخب المغربي الشوط الأول يعني قدم أداء كبير واستطاع من خلاله باش يسجل الهدف. أم تراجع نسبيا للمستوى، ولكن مع ذلك يعني هناك تبادل هجمات بين الفريقين. الشوط الثاني عرف عدة تغييرات، دخول خروج اللاعب النيبت، كذلك دخول اللاعب قام المنتخب المغربي بجوج تغييرات. كرة عند الجزائري، الجزائري مرار عند لاعب رقم 9 اللي غادي يحاول ما أمكن يمرر. مرار تمريرة كانت غير مركزة، شد عند الحارس. حاولوا ما أمكن تبارطاجيو وتفاعلوا تعليقاتكم باقتراحاتكم، تواصلوا معنا باش نقدم لكم أحسن صورة. عندما راه كاين الريح، حنا لما كانش الريح قولوا لنا لان كاين شويه ديال الترددات، ولكن دابا كنظن الريح قلت شويه في هذه الجهه. هذه حنا في الجهه ان هجوم مضاد للمنتخب البرازيلي، خطيره هذه، خطيره جدا. بلا شك اللاعب غادي يحاول يمر يعني يحاصر المدافع، ولكن مازال هجوم خطير، مازال هجوم خطير. تمرير ودخل الحارس. الحارس دابا اللي كيحرس المنتخب عوض اللاعب سينو، حتى سينو حتى هو خرج. سينو الحارس المنتخب الوطني اللي كان يعني احتياطي، وكان كيعوض الحارس اللي كان اساسي ديال المنتخب الوطني اللي هو كان اذا كتذكروا فوهامي. كان هذا الحارس سينو هو حارس أزيد الكبار. كرة عند رضا المختاري، رضا المختاري عند رضا عند جواد الزيري. جواد الزيري مازال حافظ على المستوى ديالو كبير. تمريرات محكمة بين خطأ، فعلا خطأ. استسلم الحكم لفائدة المنتخب المغربي من الجهة اليسرى. يحاول جواد الزيري هو اللي غادي يحاول بلا شك يرمي الكرة في وسط دفاع المنتخب البرازيلي. شكون كيذكر اللاعب رقم 19؟ كذلك دخل حتى نبيل بها، نبيل بها هو دخل في الشوط الثاني. هدف يعني حاول يضرب الطالون يعني ايفرسون كيحتاج على اللاعب لانه ضرب الكره داخل الشرط. Partagez, essayez de partager notre vidéo. Alors, nous sommes en direct du stade municipal de l'Arrache. Un grand événement. Un grand événement spectacle. Un صفر, نعم. Un صفر, l'Issa Balich. Je l'ai oublié de regarder. Il fait shot tani, حوالي دقيقة 20 من الشوط الأول. الآن 1-0 الآن مرت حوالي 25 من الشوط الثاني. كرة عند اللاعب جيفرسون، جيفرسون مريرة في وسط الميدان. جيفرسون هذا هو قائد المنتخب البرازيلي، كذلك لاعب أسياس اللي هو كيشغل في نفس الوقت إطار ستاف يعني تدريب المنتخب. المنتخب البرازيلي لاحظنا في الشوط الثاني كيقوم بجهودات كبيرة بتعادل النتيجة. خرج من الاحتياط الدفاعي ديالو وبدا كيقوم بهجمات. الآن توغل اللاعب وخرج كرة زاوية.
نتبعوا هذه الزاويه هذه. ها هي الاجواء اللي كتمر فيها المباراه. ملعب ممتلئ على اخره، يعني جماهير حجت من عده مدن مغربيه وكذلك من حتى من الخارج، يعني الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج حتى هي سواء في عده يعني دول. خطير، وتمكن الدفاع من ابعاد الكره براس وخرج الكره الشرط. قلنا اقتراحات ديالكم، تعليقات ديالكم، بارطاجيو، تفاعلوا معنا. كنحاولوا غير ننقل لكم الصوره اذا وصلتكم بشكل ضعيف او كان شي تردد، راه كاين الرياح في الملعب. كره تمريره من الجهه اليمنى، غتخرج الكره بلا شك تمكن منها اللاعب من الجهه اليمنى اللي غادي يمرر. مرر فعلا عند اللاعب ممتازه، عند اللاعب رقم 15. ولاد الصغير كتذكروا هذا اللاعب، هذا فعلا قابل مباراة ممتازه، والحارس فقد الكره، فقد الكره الحارس وخرج المدافع، خرج المدافع زاويه غادي يضربها جواد الزيري. لاعب ممتاز رائع، لاعب سوشو، لاعب منتخب الوطني، حامل رقم 7، معروف بالتوغلات ديالو بالقوه البدنيه ديالو. تمريره خاطئه، تمريره خاطئه هذه بلا شك. كره اذا حصل تشرد على اورسي، على التسلل اورجو. A todos nuestros lectores, somos en directo del Estadio Municipal Santa Bárbara de Arachi, en un encuentro tan especial deportivo con dos equipos más famosos, el equipo brasileño y el equipo marroquí de 2004. Y ha jugado el final de la Copa de África. Nous sommes en direct du stade municipal de l'Arrache, un grand spectacle entre les deux équipes plus célèbres qui ont joué à ma grand temps. La zalat natija, et donc natija la zalat 1-0. زالت النتيجة 1-0. هذه المباراة هذه كانت يعني مباراة استعراضية، وفعلا يعني تبهرنا بالمستوى ديال المنتخب المغربي اللي مازال كيحافظ على المستوى ديالو. هذا المنتخب اللي كتعرفوا راه يلعب، هو لعب الفينال ديال كأس إفريقيا في 2004، ومع الاسف ما تاهلش للمونديال. اللعاب المجموعه هذه كانت بيان سودي، يعني كانت متضامنه، ويعني وكانوا لعابه في المستوى، كيلعبوا فرق كبيره. الهجوم ها هو من الجهه اليسرى، يحاول يتوغل، يحاول يتوغل وحده، يحاول تمرير الفيراد، فيراد، ولكن مازال هناك تمرير، حاول يمرر، رجع الكره للوسط. خطيرة هذه، خطيرة بلا شك، غيقدف ولكن ما قلب، خطيرة. حسن هجوم لفريق الوطني في الشوط الثاني، يعني هجوم منظم، هجوم منظم. عندنا اللاعب رقم 19 لاعب مر بلا شك، لا إذا غادي يحاول يخلي الكرة ويلعبها مع رضا المختاري، على يحاول يمر بلا شك الكرة للمربع، المربع كنلاحظوا يحاولوا ضربة رأسية، ضربة رأسية ولكن كتمكن منها أحد المدافعين. ها
غير قبلوا علينا حنا غير كنقبلوا لكم نقربوا لكم غير الصوره، ما عندناش امكانيات كبيره باش يمكن نقول لكم الماتش كامل يعني كما كتبغيوه. دابا راه كاين ريح شويه في الملعب، ما عرفتش الا كان شويه الصوت ما واضحش لي، ان كاين الروي يعني كاين التردد، كاين الريح راه كيكون الصوت فيه الرويدو يعني كيكون الصوت فيه صداع. الكره عند المنتخب البرازيلي، كيحاولوا يمروا بيناتهم الكره، لاعب جيفرسون مازال شكون اللي كيعقل على هذا اللعاب؟ هذا بدر القادوري، ياك بدر القادوري رقم 13، ياك ماشي بدر القادوري، شكون اللي بدر القادوري عنده رقم 3 كيلعب في الجناح الجناح لا الجناح الايسر يعني مدافع ايسر، هو لاعب دينامو كييف. لاحظوا اللاعبين المنتخب خرجوا، خرج تمريره، هذه تمريره عند اللاعب 13 قداف، ولكن ضربات الكره خرجت للزاويه. حكم هو حكم المباراه، مرار عند جواد الزيري، جواد الزيري عيروق بلا شك، هذه خطيره هذه، وقداف وخرجت كره للزاويه، الزاويه جواد الزيري مازال لاعب يعني هو ما اعتزلش، يمشي بزاف باش اعتزل يعني باقي عنده باقي محافظ على المستوى ديالو كبير. الكره عند رقم 13 قداف، مرار خطيره قداف، خطيره هذه اللاعب بها اللاعب رقم 19 من يتذكروا هذه الرقصه الحجي في 2004 نجم المنتخب المغربي يضاعفون الغله. الان 2-0 لفائده المنتخب المغربي. اللاعب اللي سجل هو رقم 19، شكون كيتذكر لعبة رقم 19 عافاك؟ كاين رقم 18 هو نبيل باها، ورقم 19 غادي شوف اللائحة، اللائحة الجمهور العرائشي يتفاعل مع العرض الذي يقدمه المنتخب المغربي. فعلا أجواء مونديالية تعيشها مدينة العرائش. هذا المنتخب هذا كان سيء الحظ لأنه وصل في نهائي ولكن خسر النهائي ولم يتأهل لمونديال، يتأهل المونديال يعني مشارك في المونديال. خروج إذا أجواء كانت حارة اليوم بمدينة العرائش وكذلك مشبعة بالرطوبة، إذا هناك العياء، العياء الذي أصاب اللاعبين، ورغم ذلك يعني كيحيوا الجماهير العريضة التي حجت إلى الملعب البلدي. جمهور العرائش معروف ب يعني بالتشجيعات ديالو، كذلك المستوى الحضاري اللي كيقدموه، يعني هناك تفاعل كبير ما بين الجمهور وما بين اللاعبين. 2-0 لفائدة المنتخب المغربي. الدقيقة اللي سجلوا فيها تقريبا شمساعة إذا تقريبا حوالي نص ساعة يعني تمكن حوالي نص ساعة يعني تمكن المنتخب المغربي من مضاعفة يعني النتيجة، وأصبح منها منتصر بجوج لواحد، وكنا متوقعين هذا الشيء هذا، يعني حنا كنا قلناها بأن المنتخب المغربي غادي يزيد النتيجه لان وقعت تغييرات ودخلوا اللاعبين يعني مازال فعلا محافظين على الطراوه ديالهم والقوه ديالهم، كي مازال كيمارسوا يعني مازال سواء في التدريب او في اللاعبين يعني كيلعبوا دوريات وكيلعبوا المشاركات ديالهم في الانديه وفي يعني بعض لي صال بعض القاعات وداك الشيء. لاحظوا هنا والان المنتخب المغربي متاكد بانه غادي يربح، ربما غادي يزيد اهداف. انا كنتوقع شخصيا كنتوقع
انهم غادي يضيفوا هدف، والبرازيل بدون شك انهم غادي يحاولوا حتى هما يسجلوا الهدف الشرف على الاقل في هذه المباراه. اذا المقابله بقات غاليه يعني بالعطاء وبالاهداف. الان المنتخب البرازيلي كان كيحاول يمر الكرات وفقد الكره، مازال عنده الكره هنايا على مشارف محيط مربع العمليات. خطيره هذه المحاوله هذه. اذا هنا احتياط للحارس وتدخل للحارس اللي عوض الحارس سينوح. ما كيبانليش من بعيد بصراحه، ما شفتش اللاعب تا هو هذاك المعروف لاعب البطوله الوطنيه. كنظن كان هو الحارس الثالث ديال المنتخب. شكون يذكرنا بهذا الحارس هذا؟ كان ربما كان حارس الرجاء ولا الحارس هذا كان عندنا شي حارس ثالث ولا كيمارس البطوله. لا هجوم خطير عند الزيري من الجهه اليسرى. في هذه المره يحاول يراوغ بدون شك، وخطا ارتكب في حقه، خطا على مشارف مربع العمليات. خطير هذا الخطا هذا. اذا هنا بدون شك هذا غادي يكون هدف. بدون شك هناك احساس وهناك رغبه لدى المنتخب المغربي لرد الدين للمنتخب البرازيلي على الارض العرائش على ملعب سانتا باربارا، ملعب يحمل عبق التاريخ وعبق الكره، تاريخ الكره، مجد الكره العرائشيه في فتره الخمسينات، فتره الستينات، يعني ملي كان شباب العرائشي يلعب في القسم الاول اللي تقدم هو اللاعب شاب اللي يحاول يقذف في الكره بلا شك. تكون الجدار. اذا مضرب في الجدار عند اللاعب رضا القلاقي، واعلن الحكم عن نهايه المباراه بالنتيجة المعروفة 2-0. الهدف الأول الذي سجله وليد القلاقي في الدقيقة 20، والهدف الذي سجله يعني لاعب رقم 19 في الدقيقة اسمحي لي كاميرا الكاميرا الله يعطيك الصحة، الكاميرا الله يخليك، كاميرا. إذن انتهت المباراة في أجواء رياضية بين اللاعبين. ندخلكم غادي نعطيونا بلا شك ارتسامات ديال اللاعبين. إذن هنا كان لقاء شيق، لقاء غني بالإبداع، وانتهى في روح لقاء في روح رياضية بين جميع اللاعبين. أسياس سير الدين المختاري هاني عن بالفوز لأول مرة، المنتخب كيفوز على المنتخب البرازيلي. كان لقاء غني بالعطاء صراحة. اليوم كان لقاء ممتع، الجمهور حاضر ممتع مقابلة جميلة. اليوم العاصمة الوطنية أداء جيد، الحمد لله في تصرف بإذن الله. نتمنى المبادرات الجديدة وتعطي واحد الإشعاع للعرايش اللي صراحة احتجلت التدارات على ذوق. نشكر كاع اللاعبين والنجوم اللي شاركوا في هذا الحفل، وشكرا للجميع وشكرا للجمهور اللي حضر اليوم. شكرا لرضا المختاري. اذا اللاعب عافاك اللي سجل رقم 19، اللاعب اللي سجل هو رقم 19 وكذلك المرضي ديالك كان طيب، وكان نشكرك على الاداء اللي شرفتي به الكره العرائشيه اللي شاركت في المنتخب. اميرسون اذا اميرسون تهنئة ونجاح باهر للتظاهرة يعني، وحضور جد مشرف للمنتخب المغربي، يعطي هذا اللقاء أكثر من معنى. التفاؤل بالمستقبل من أجل تطوير هذه التظاهرة. هذا فرح، هذا الشرف.
خذ حقك اذا نعتذر. مازال المنظمين يعني ملتزمين باتمام يعني مراسم ديال التنظيم. اذا نشوفوا بعض اللاعبين اهلا هذه الاجواء التي انتهى فيها اللقاء بين نجوم المنتخب المغربي والمنتخب تبارك العليك جلال حسين يبت تبارك العليك. إذا ما كاين ما نقول هو الصورة معبرة ما كاينش الأجواء غادي ناخذوا شي تفريح وداك الشيء أنا بلا هناك فرحة كبيرة تعم جميع المشاركين في هذه المباراة. Une déclaration sur cet événement, juste une petite déclaration. Alors, un grand événement, bien plein d'émotions et de spectacles. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette rencontre? Oui, j'allais dire merci beaucoup pour les tout le contestement. Je venais à l'arrache pour l'action sociale, solidarité. Le match, c'est plus important. C'est plus important, c'est nos petits, nos enfants et l'action sociale. Et j'allais dire, choukran, Maroc. Ah oui, alors quelle est votre réaction sur le match? Comment a été votre appréciation sur... Oui, c'est très bien match. Notre équipe est un peu fatiguée, mais l'équipe de Solam Maroc, c'est... Excellent, vous êtes excellent. C'est un plaisir ici, Joël. C'était un grand spectacle. Oui, grand spectacle pour les oui, pour tous les. Ici. Oui, oui, d'accord. Merci. Donc, Emerson. لاعب ولد صغير ياك. لاعب ولد صغير ياك. ولد صغير ياك. تبارك الله عليك ولاد الصغير لاعب الشاب كان ديال المنتخب كان هو الممثل ديال الشباب ممثل ديال الشباب في المنتخب وباقي حافظ هاد الطراوه ديالو. Thank you.
Si quieres ser un entrenador en el futuro. Un entrenador. Sí. يعقوبي تصريح قصير للعرائش أنفو، كنت رائع، ما زلت تحافظ على التراوع على اللياقة وعلى المستوى البديع ديالك التوغلات من والقذف من بعيد، ذكرتنا بلقاءاتك مع برشلونة ومع يعني مع أوساسونا ومع كل الجولات التي تبعنا معك، يعني ما هي ابتساماتك وانت تشارك في هذا الحفل الكبير بمدينة العرائش؟ دابا قول لي في الصوره ديالك كومايس سادو تو ايموسيوني سوبري السبيكتاكولو سوبري ليفينتو ستاردي وي. انا سحب لي ليفينت مزيان وفرحت على شت بزاف ديال الناس خلصوا شي شويه عندها الفلوس باش يعاونوا الدراري، وهذا كيهضر على القلب اللي كاين في العريش وفي العالم، وفرحنا علاش الناس اللي كتخدم مع الدراري نهار مور نهار وكيشوفوا كيفاش كيكبروا وكيتعلموا، هذاك اللي كتشوف ديال الناس القلب اللي عندهم. Queremos que el espectáculo será un día más en el futuro. التظاهرات تطور في المستقبل ممكن بحضور اللاعبين البرازيليين الاخرين، يعني الحضور ديالكم كامل سودي افيك تو ليكيب. ان شاء الله حنا كل واحد عندنا حياتنا، ولكن هاد الحوايج مزيانين على السبور وعلى العالم، وتشوف وتقول خصنا نريبيتيرو بزاف ديال المرات. غراسياس محا غراسياس فريد. إذن هذه الأجواء التي انتهت فيها وخدنا تصريح قوي من هذا بالمستقبل، يعني كذلك ان شاء الله كون بيس فير سو جور دو شوز بروبا شاك اني ان شاء الله. ميرسي بوكو جواد، ميرسي بوكو جواد زيري، شكرا جزيلا جواد. Vous étiez excellent, toujours il y a un grand spectacle, c'est-à-dire une fraîcheur physique. On essaye, ça va. Le plus important, c'est de se faire plaisir, mais surtout, bien avant tout ce match, bien avant le plaisir, c'est surtout d'être venu pour la bonne cause qui est. Après une grande carrière, on pense à une carrière, c'est-à-dire d'être entraîneur. Alors, est-ce que vous pensez au futur? Là, je viens d'appeler raccrocher les crampons, donc maintenant, Inch'Allah, on va voir ce qu'on peut faire. On se sent pour vous, vous n'étiez pas présent au mondial les années. Alors, espérons qu'on se rencontre prochainement. S'il vous plaît. Ah.
سي خالد مغوز مغوز سي خالد مغوز المنتخب الوطني المغربي لاعبي المنتخب الوطني التحقوا بنا هنايا التحقوا لهذه الجهه الآن مراسم تسليم التكريمات وكذلك تتويجات المنتخب الوطني المغربي 2004 وكذلك نجوم اللاعب المسجل الهدف الثاني هو اللاعب عمري طبعا بحال لحظة تاريخية كما قلنا لكم مباشرة يكون تتويج رسمي تتويج يليق طبعا بحال بالأسماء وغادي نبداو بالتتويج ديال الحكام طبعا بحال هما الأولى إذا البرنامج تتويج الحكام كذلك تتويج بعد ذلك تتويج المنتخب او اول ستار ديال البرازيل والمنتخب المغربي كل واحد بالاسم ديالو ان شاء الله غادي يتقدم اذا ثقة حرارة الحكام الحكم الذي خاض المقابلة جيدة يعني المقابلة كانت خالية من الإصابات يعني لم يصاب فيها أي لاعب ولم يتدخل الصف الطبي أو الطاقم الطبي لم يتدخل في هذه المباراة سواء من الجانبين من الفريقين كنذكر دائما التتويج كتتويج لحكام وطنيين باسم الجامعه الملكيه لكره القدم جزيل الشكر وهذه المره الان الى تكريم المنتخب البرازيلي البريمير نومبري بزو التتويج ديال المنتخب وبالنا الاسم الاول جيمسون لويس روكا فرانكو الاسم الثاني دييغو اغوستا باتشيكو دافونتولا
Paulo Francisco da Silva Paz. Luciano Sobrusa. Nelson Ferreira Nogueira. Demetrios Ferreira Nete Dos. Marcos Daniel Oliveira Santos El Cinco. Rey Ferreira Marta de Freita. Yuri Ferreira Marta de Vietas. Julio Antonio Vieira da Silva. Claudio Pepul. El último, André Nazario Alfonso, Gabriel Alfonso. Là, on parle de football. Le football, c'est un homme vraiment sportif ici à l'Arrache. Comme bien tout le monde, on est vraiment, vraiment fier de l'équipe. Le All-Star de Brésil est là. Mais là, on parle aussi de Lyon d'Atlas. Le Lyon d'Atlas, c'est la fierté de la nation par excellence en 2004. Alors, mesdames et messieurs, Adel Rahim Halala, Halala, Al-Muntakhab, Al-Watani, Al-Maghribi. الفريق الأربعة وأول اسم فريد سيوه Ali, Mustafa.
الهدف الثاني للمنتخب. هذه مصاب هو اللي مارك الثاني العماري العماري ولا مصاب التتويج للمنتخب الوطني المغربي هلو باباسيو دكتور سعيد دكتور زهير سعيد رقم كبير للمنتخب الوطني دكتور زهير سيدي
avec tous les membres de l'équipe nationale. Oh,
عين عمري هو اللي سجل الهدف وهذا 15 هما كيحتفلوا به لأنه